احنا قدمنا واحد الدراسة اللي قمت بها مجموعة من الجمعيات اللي هي صاعدة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للنساء وبمشاركة ديال الخبراء خبيرات مغربيات اللي قاموا اللي هما عندهم خبره كبيره قانونيه. قمنا بالمقارنه ديال القوانين الوطنيه مع الالتزامات الوطنيه للمغرب من خلال الدستور ومع التزامات المغرب الدوليه من خلال الاتفاقيات الدوليه اللي صادق عليها المغرب وبالاخص اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه واتفاقيه حقوق الطفل. وانطلاقا من هذا الشيء يعني جبنا مجموعه ديال الاصلاحات اللي خصها توقع في مدونه الاسره بناء على المساواه على تفعيل المساواه بين النساء والرجال، لانه المساواه ما يمكنلاش تكون تهديد لاي احد، بل المساواه هو جعل كل مواطن وكل مواطنه ولا سيما النساء اللي هما الامهات ديالنا جميعا واللي هما بلا ما يكونوا امهات هما اخواتنا وزميلاتنا واي امراه في المجتمع انهم يتمتعوا كامله بالحقوق ديالهم. احنا حضرنا اليوم كجزء من ائتلاف دونك من اجل تشريعات كتنص على المساواه، تم استقبالنا من طرف اللجنه يعني من طرف السيد الوزير السيد الامين العام وكذا السيد الرئيس، وناقشنا يعني مقتضيات مدونة الأسرة وكذلك المطالب ديالنا كحركة نسائية. من بين الأمور اللي ذكرت بالإضافة لعدد من المواد هم المواد التي تخص تزويج القاصرات يعني تزويج الطفلات المغربيات يعني اللي أقل من 18 سنة والتداعيات يعني ديال التزويج هذا، بحكم أن ذكرنا ما بين 2015-2019 كان ما يتجاوز 80 ألف حالة ديال تزويج القاصرات ونسبة معينة كذلك بالتزويج بالفاتحة. دونك نصينا وذكرنا بأن لازم يعني إلغاء المواد مثلا 2021 اللي كتمكن هاد الآفة هذه، بالإضافة لمواد واحدة أخرى كتخص الولاية أو الحضانة كذلك يعني فيما يخص حق المرأة على الأطفال وكذلك المصلحة الأعلى للطفل والطفلات المغربيات والمغاربة.